استعاذة بالله من كل شيطان، وبسملة بالرحيم الرحمن، وحمدا للواحد الديان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان، الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران، على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه في كل حال وآن، وعلينا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا بكم في برنامج صباحنا مصري. النهاردة بإذن الله تعالى سنتحدث عن نعمة العافية، والعافية هي المعافاة والإعفاء، حيث يرضى الله سبحانه وتعالى عن العبد فيمحو عنه الخطايا والذنوب ويعافيه. وقد كان من دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا وفي الآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات منكم، وفي رواية: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا، وفي رواية: فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. نعمة العافية أفضل النعم التي كان يغفل عنها الناس فيما قبل فيروس كورونا. ولما أتت هذه الأحداث العالمية اعترف الناس أن هذه النعمة العظيمة تستحق الشكر، من باب لئن شكرتم لأزيدنكم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الناس لم يؤتوا بعد اليقين خيرا من العافية. في رواية قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لم تؤتوا بعد كلمة الإخلاص مثل العافية. إذن علينا أن نتعود على أن نشكر الله تعالى على نعمة العافية، وأن ندعو الله تعالى بدعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: العافية والنعيم في الأبدان والأسماع والأبصار، يسأل الله العبد ماذا فعل بهم أو تصرف فيهم. قال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والحفاظ على نعمة العافية في الدين بأن يحرص الإنسان أن يكون محافظا على وسطية دينه، وأن يسأل أهل الذكر، وأن يأخذ الدين من أهل الذكر وأصحاب المؤسسات. والافتئات على المؤسسات الرسمية للدولة في هذه المرحلة خطر عظيم وإثم كبير، لا سيما لأنه انشقاق عن وحدة الصف. نحتاج في مصر إلى أن ننتقل من الاستنارة الفردية إلى الاستنارة الجماعية، ولن يتأتى لنا ذلك إلا أن يكون الإنسان معافا في بدنه وفي نفسه وفي روسية روحه وعقله ووجدانه. عن سيدنا العباس بن عبد المطلب ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، علمني شيء أسأل به ربي. فقال: يا عباس، سل الله العافية. قال: فمكث قليلا ثم ذهبت إليه فقلت: يا رسول الله، علمني شيء أسأل به ربي. فقال: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدين والدنيا وفي الآخرة. إننا نحتاج إلى هذه العافية، لا سيما في بناء الأوطان وفي بناء الوعي وفي مواجهة التطرف والإرهاب والشائعات. ونحتاج إلى عافية الأبدان وعافية الأديان. أما عافية الأبدان فتبدأ من الصحة، وعافية الأديان فتبدأ من الاستقامة والوسطية التي من الله جل وعلا بها على هذه الأمة. فهيا بنا نعمل بكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لنخرج من هذه الأزمة، ونناجي ربنا تبارك وتعالى، ونعلم أنه مهما طال الخطر ومهما اشتدت الأزمات فإن لنا إله نناجيه، وإذا سجدت فأخبره بأسرارك، ولا تسمع من بجوارك، وناجيه بدمع العين فهو لقلبك مالك، ولا تقل: يا رب إن عندي هم كبير، لكن قل: يا هم، إن لي رب كبير. ومن أراد أن يترك في الناس علامة فليقابلهم وعلى وجه ابتسامة. أقول لحضراتكم في أمان الله.